اهلا بك معنا وفاء، اهلا بك لميس، تفضلي. مساوك سعيد وكل المشاهدين، اهلا بكم الى هذا الموعد الاقتصادي. بداية، بعد اشتراط وزارة المالية على المؤسسات والادارات العمومية انفاق 50% فقط من نصف نفقات التسيير تطبيقا لسياسة التقشف، اصبحت مصالح الوزير الاول استثناء، اقول سمحت مصالح الوزير الاول استثناء بتسديد ما نسبته 90% من الاعتمادات المتفقة للمصفق، أقول للفواتير الملحقة، الماء، الغاز، الكهرباء، الهاتف والأنترنت الخاصة برسم السنة المالية لسنة 2016، نظرا لضرورة هذه النفقات. لهذا الغرض يتعين على المؤسسات والإدارات المعنية حتما على تحقيق اقتصاديات في مجالات استهلاك الطاقة، الماء والهاتف. إلى موضوع آخر، البحث العلمي والابتكار ودورهما في تنمية الاقتصاد جدلية قديمة جديدة عادت للواجهة مع التوجه الجزائري للتخلي عن التبعية للمحروقات، فالجزائر ثرية بالبحث العلمي لكنها ضعيفة في التطوير والمتابعة. المزيد من التفاصيل مع أحمد راشدي. في ظل السعي للتخلص من التبعية للنفط والتوجه نحو الاقتصاد المنتج، يعود للسطح السؤال بشأن العلاقة بين البحث العلمي والابتكار بتطوير الاقتصاد. دور الابتكار هو c'est une machine qui compatit à l'évolution de toutes les économies. Donc quand l'État investit dans l'innovation, donc c'est toujours de la recherche. Ça permet à chaque État d'avoir aussi une plus-value et un développement dans les secteurs d'activité confondus. عديد الجامعات آمنت بالفكرة وأنشأت حاضنات لمشاريع الطلبة، والنتيجة شباب نجح في التخرج وتجسيد أحلامهم ميدانيا. المدرسة الوطنية العليا للري تمتلك خالية التكوين في مرحلة ما قبل حاضنة المشاريع. تكوين تقترح على كل الطلبة، طلبة نهاية التخرج تعرض لهم الفرصة لاقتراح أحسن الأفكار الإبداعية. Donc je dois dire que ce programme m'a ouvert les yeux et m'a permis d'apprendre pas mal de choses sur l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis fondateur d'un bureau d'études, c'est un bureau d'études hydraulique. هي مخترعة فضلت الخروج من المكتب وتوجيه بوصلتها للقطاع الفلاحي، فاتجهت للصحراء لبناء بيتها البلاستيكي الذكي. حاولنا أننا نشارك بنموذج من البيوت البلاستيكية الزراعية الذكية باستعمالنا للتقنيات الحديثة في التحكم عن بعد أو التحكم في المزرعة في الحرارة بالنسبة للنبات، الحرارة والأشعة، أشعة الشمس وكذلك الرطوبة. أفكار بسيطة لا تحتاج جهدا ولا مال، من شأنها ضخ جرعة أمل في غد أفضل ومستقبل يجمع بين التطور والابتكار. في موضوع آخر، ومن تاجر بسيط إلى مبدع على طريقته الخاصة في الميدان الطبي، هو محمد من ولاية تيزي وزو الذي أثبر جدارته في مجال الابتكار. المزيد من التفاصيل مع سوريا شعلال. هنا بقلب مدينة تيزي وزو يوجد سر خاص أبى صاحبه أن يبوح به. تفاصيل الحكاية بدأت قبل سنوات. محمد وفي هذا المحل المتواضع يبدع في استخلاص منتوجات من زيت الزيتون الذي تشتهر به منطقة القبائل. ولأن محمد أصبح محجاً للباحثين عن مستخلصات طبيعية لعلاج أمراض مستعصية من مختلف الولايات ومن دول الجوار، أصبح حلمه يكبر في توسعة استثماره. وجتني فكرة، رحت للونابي المهد الوطني الملكية الصناعية، كي لحقت تمايا قالوا لي جيتني ديها لانستيتيو باستور ديال إبراهيم. ديت انا انستيتيو باستيو ديال ابراهيم، عطاو لي خرجتني لويلا يوساج ميديكال. الزيت هذه كيشربها واحد ما ديرلوش في سيكوندير، تدخل في لي فيسون تاعها، تدخل في الفوا رقيقه، الي تري فان ماهيش خشينه، رقيقه تدخل في لي فيسون تروح للفوا لو كو لي بومون لو را لي عندو سكور باغ اكزومبل يتنحاش سكور، ولكن يفار بروتيجي لو را ما يموتش لو را. محل محمد أصبح مقصدا لعديد المهتمين بتطوير الأبحاث الطبية من عديد الدول، فهو يستقبل يوميا عروضا مغرية من أجل نقل تجربته وخبرته في مجال استخلاص زيت الزيتون الطبيعي.
في فرنسا جاو يديوني انا يديوني كومبلي انا كي كيما راكي شوي يديني قال لي بالبارتمون كلش مي الوقت جيتو نجي نطحنها ونبعثها له مي ناكل تما نشرب تما مي نو ما قبلش باسكو بلادي جي ان غران بي. قصة محمد بعيدة عن أعين المسؤولين وأفكاره التي يطرحها كبدائل تستحق أن تتابع، والأهم أنها جديرة بالمتابعة. إلى موضوع آخر، حيث لا يزال سيناريو انهيار قيمة الدينار متواصل خصوصا بعد تأخر الحكومة في إطلاق مكاتب الصرف، أمر يراه المختصون أنه سيزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني. تقرير إيمان عياش. في ظل غياب البدائل الرسمية من مكاتب الصرف، لا تزال العملة الوطنية تواصل انهيارها أمام العملات الأجنبية في الأسواق الموازية، حيث وصل الأورو الواحد 185 دينار في بورصة السكوار، أمر أرجعه المختصون لعدة عوامل. الأول يخفى عليكم بأن في هذه الفترة هي فترة عمرة، وبالتالي نحن من البلدان التي يسافر عدد هائل كبير من المعتمرين إلى المملكة العربية السعودية، وانتم تلاحظوا بأن كل مواطن إذا أخذ 1000 يورو، مع العلم أن الدولة تعطي تقريبا 120 يورو، وبالتالي الفرق راح يجيبه من السوق السوداء. هذا الطلب الناشئ من هذه العبادة، من هذه السياحة الدينية، يجعل هناك ضغوطات على العرض. استمرار انهيار الدينار أمر محتمل خصوصا في ظل الظروف الحالية، ما سينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن. فيه تأثير سلبي مع الأسف الشديد على الجميع، يعني الدولة، الحكومة، المواطن، المؤسسات الاقتصادية وغير ذلك. خاصة نحن اقتصاد يستورد كل شيء، يعني مواد أولية حتى سلع وحتى في بعض الأحيان خدمات، وبالتالي عندما نستوردها بالعملة الصعبة، عندما يصبح الدينار يساوي 1 يورو يساوي 200 دينار، التكلفة راح تتضاعف. إذا كان من قبل 1 يورو يساوي 50 والآن 1 يورو يساوي 200، يعني 50 دينار إضافية. هذا مما راح يأثر على حجم التضخم وراح يفقد الدينار قيمته الشرائية. ضبط السوق المالية بالجزائر والقضاء على السوق الموازية يبقى شبه مستحيل، خاصة في ظل تماطل بنك الجزائر في فتح مكاتب صرف. مزيد من الأخبار الاقتصادية توافيكم بها زميلة وفية خبابة في نشراتنا اللاحقة. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى